يا مساء الخير والسعادة على كل اللي بيشوفونا على قناة الصحة والجمال، وأهلا بيكم وحلقة جديدة في الصالون. لو عايزين تتواصلوا معايا وتتابعوني وتبعتولي أي حاجة، ممكن تبعتولي على صفحتي على الفيسبوك ندى أمام بالعربي وبالإنجليش. النهاردة الحقيقة حلقتنا مختلفة شوية، وهيكون فيها أكتر من ضيف وأكتر من فقرة. الفقرة الأولى هتكون لكل البنات والستات اللي عندهم مناسبات قريبة، ولأي بنت فرحها قرب دايما بتقعد تفكر كده، هعمل إيه؟ طب هروح لمين؟ طب أخد بالي من بشرتي إزاي؟ كل الحاجات دي هنعرف إجابتها النهاردة من ضيفتنا اللي منورانا، خبيرة التجميل إيناس أبو بكر. إزيك يا إيناس؟ وإيناس طبعا صاحبتي جدا يا جماعة وهي اللي عاملة الميك اب الحلو، يعني اللي انتوا شايفينه عليا ده، وهنعمل كمان ميك اب دلوقتي على الهواء. أيوة. بس قبل ما نبدأ بقى في الميك اب ونشتغل مع حبيبة اللي منورانا برضو، أي عروسة دايما بيبقى عندها قلق شوية قبل الفرح، يعني بتبقى عايزة بشرتها حلوة، عايزة بشرتها صافية، المفروض البنت تاخد، طبعا هو الطبيعي ان احنا المفروض ناخد بالنا من بشرتنا على طول، بس ده ما بيحصلش يعني مش عشان الفرح بس بس ده ما بيحصلش. لو انا عندي مشاكل في بشرتي والمفروض اخد بالي، يعني ابدا اركز من امتى؟ من قبل الفرح بقد ايه؟ اقل حاجه 3 شهور. يعني على الاقل كده، انا كده كده ببقى عارفه فرحي ما فيش حد هيتجوز فجاه ويعني في خلال شهر يعني. فاقل حاجه 3 شهور. عندي حاجات اساسيه قوي ما ينفعش اتنازل عنها، زي شرب الميه، الخضار والفاكهه، والنوم الكويس. 3 حاجات دول من غير بقى الماسكات والسكراب والكريمات بتاعه العنايه بالبشره هيفرقوا كتير جدا يوم الفرح. يعني دي حاجات طبيعيه لازم اي عروسه تخلي بالها من، يعني طبعاً. كويس قوي انها تبقى مواظبه عليهم. لا خدي بالك، دي حاجات اساسيه لاي حد. يعني اي حد يحب يهتم ببشرته محتاج 3 حاجات دول: الميه والخضار والفاكهه وانام كويس، هيفرقوا. بعد كده بقى ابتدي اقول ايه، لا انا محتاجه اعمل ماسكات، محتاجه اعمل سكين كير، محتاجه اعمل تنظيف للبشره كل شهر على الاقل، اشيل البلاك هيدز والوايت هيدز والبخار والسكراب والكلام ده كله على الاقل مره كل شهر. 3 شهور قبل الفرح. 3 شهور قبل الفرح. طيب والمفروض ان انا مثلا يعني السكراب والحاجات دي، الماسكات والحاجات دي، هل مثلا في وقت معين قبل بقى الفرح اوقفهم؟ يعني ما اعملش مثلا اللي هو اللي بيبقى سكراب والحاجات بتاعت، لا هقول لك على حاجه، دايما بنصح اي عروسه قبل الفرح ما جربش حاجه جديده. يعني الناس مثلا اللي مش متعوده على السكراب او ما جربتوش او متعوده على حاجه معينه، لا ما ينفعش اجرب، ولا اجرب منتج جديد ولا اجرب حاجه انا ما عملتهاش قبل كده. زي الصبغه مثلا، يعني اللي ما صبغتش شعرها خالص ما ينفعش اجرب لون او اجرب ليله الفرح، فبتبقى كارثه دايما. ما تضمنيش يعني النتيجه بالظبط. نفس الكلام للبشره، ما ينفعش اجرب حاجه جديده، ودي حاجه. الحاجه الثانيه، عندي حاجات طبيعيه بقى، يعني زي مثلا السكراب مثلا العادي، السكر وزيت الزيتون بيمشي على اي بشره، وممكن اعمله بقى قبلها برده بيومين 3. يعني في الاخر انا ما اعملش حاجه قويه ممكن انها تلهب البشره وتبان يوم الفرح يعني. طب انت في ميك اب ارتست بيبقوا مع ان هم يعملوا بروفا للعرايس، يعني العروسه تجيلها قبل الفرح مثلا بشويه تعمل يعني تيست كده على بشرتها وعلى وشها وتجرب معاها حاجات، انت مع ولا ضد الكلام ده؟ لا بصي، بتفرق كتير قوي. العروسه يوم الفرح بيبقى ليها طله مختلفه، العينين هتلاقيها بتلمع فيها حاجه مختلفه. خدي بالك الحاجه الثانيه، التوتر والارهاق اللي قبل الفرح بيبقى طب بقى قوي. يعني امتى تبتدي هي تاخد نفسها وهي قاعده على الكرسي بتاع الميك اب؟ قبل كده هي دايما تنشن ومتوتره ومفيش وقت، والوقت ومستعجله ومضغوطه، عارفه لا مش هتطلع حلوه مظبوطه زي يوم الفرح بالظبط. ايوه. طب احنا طبعا عايزين نشتغل بقى عملي ونشوف حبيبه. أوكي. بس قبل ما نشوف حبيبه احنا في معانا فيديو. أوكي. لشغل ايناس، خلينا نشوفه مع بعض ونرجع تمام. بقى ايه نعلق عليه ونبدا مع حبيبه. اوكي. حلو قوي، يعني هايل ده هايل كان هايل. سيشن عملناه على البحر في السخنه، وكانت الحقيقه مهندسه مي عصمت صاحبتي هي اللي كانت عامله السيت اب بتاع الديكور حلو قوي. في يعني الشط تسلم وعلى ايديك يا البحر، مي بجد، ديكور تحفه. وكان احمد عبد الفتاح مصور، وجبنا الموديل وبدانا عملنا 2 لوكس. يعني عملنا الاول حاجه سامبل خالص، وبعد كده عملنا انها برايد، انها عروسه يعني. ودلوقتي اصلا يعني كل الافراح بتتعمل على البحر كتير آه جدا طبعا. دلوقتي، الناس بتتجه ان هم يعملوا وعايزه افراح. اقول لك بيفرق جدا في الصور حلوه، وبيفرق في الميك اب. يعني انا دايما اسال العروسه الاول، انت الفرح بتاعك اندور ولا اوت دور، والصبح ولا بالليل؟ بيفرق كتير قوي. يعني الصبح برضو عشان انت عارفه الشمس والكلام ده كله، بنحط سان بلوك. وبيفرق كمان في الاضاءه، مش هينفع اخلي وشها منور قوي مع الشمس، هيبقى مش لطيف، مش هتبقى حلو في الصور. يعني لو بالليل اوبن اير غير الصبح اوبن اير؟ طبعا اضاءه الشمس بتفرق، وبتفرق في الماتيريال كمان. بقول لك يعني بحط مثبت اكتر شويه لانه الجو ممكن بيبقى حر مع الشمس، وبحط سان بلوك عشان البشره. حلو قوي. طيب انت اصلا يعني لو انا مثلا رايحه مناسبه، انا مش عروسه اوكي بس رايحه مناسبه
الصبح في مكان كده بحر مثلا او حاجه اوبن اير. طب هقول لك على نصيحه الاول قبل ما اقول لك انت سواء انت رايحه مناسبه او لا. السان بلوك ده من اهم الحاجات اللي لازم نحافظ عليها ونستعملها. انا بقى رايحه شغلي، انا عايزه اقول لك ان في دكاتره بينصحوا ان احنا نستعمله في البيت في الصيف، يعني انت مش نازله بس انت موجوده في البيت حطي السان بلوك. فمش هقول لك كده بس هقول لك على الاقل ما تنزليش من البيت من غيره. السان بلوك من غيره بقى البشره بتتعرض للشمس بيظهر فيها بقع، بيظهر فيها النمش. الناس اللي معرضه انها يظهر لها نمش هتلاقي نمش اكتر بكتير، هتلاقي حتت فاتحه وحتت غامقه، هتلاقي باهته ما فيهاش نضاره. فبيفرق كتير. حتى انت لو تلاحظي معظم الناس هتلاقي بشرتها في الشتاء احسن من الصيف، اضاءه أيوه. الشمس بتبقى اقل وتعرضنا للشمس اقل، غير طبعا البحر او يعني حراره الشمس نفسها بتبقى اقل شويه. فلما بنقعد 3 4 شهور في الشتاء لا بنخرج منها والبشره اهدى شويه احسن شويه فاتحه، هتلاقيها منوره، غير طبعا في الصيف يعني. فالسان بلوك ده اساسي معايا حتى لو انا رايحه اي مشوار مش هستغنى عنه. ودلوقتي في حاجات كتيره قوي، في براندز كتيره قوي بتبقى حاجات خفيفه مش هتعمل بقى ولا هتبقى فيها لمعه ولا هتبقى دهنيه ولا اي حاجه، وممكن احط عليها الميك اب. فانت بقى لو رايحه مناسبه الصبح، اذا كان انا بقول لك لو عروسه هحط لها السان بلوك برده الصبح، حرام يعني ان انا اعرض بشرتها الميك اب كتير وهتتعرض للشمس. فتحطي السان بلوك بتاعك واديله 5 دقايق بس الوش يعني يشربه، وبعدين ابتدي احط عادي الميك اب بتاعي خالص، مفيش اي مشكله. حلو قوي. انت بتنزلي نصايح بتاعتك على البيج صح؟ يعني لو اي، بصوا يا جماعه لو عايزين تعرفوا اي حاجه بقى، حاجات حلوه ايوه، لو عايزين تعرفوا اي حاجه ليها علاقه بالميك اب واي حاجه يعني ازاي نحافظ على بشرتنا كده، ادخلوا على البيج بتاعت ايناس ابو بكر. هي اللينك بتاعها موجود دلوقتي على الشاشه، فتقدروا تدخلوا ايناس ابو بكر بيوتي صالون صح كده؟ اه بس هي لا، ايناس ابو بكر ميك اب ارتست. ميك اب ارتست تمام. معلش موجود موجوده هتلاقوها على الشاشه يعني. وعايزين بقى دلوقتي نشوف بقى هنعمل ايه مع حبيبه لو هي عروسه الصبح صح كده؟ اه. عايزه اقول لك على حاجه كمان، دايما الدرس بتاع الفرح بيفرق كتير. يعني لو هو سامبل، لو هو منفوش ليه ديل، والطرحه كمان بتختلف يعني. بتهيألي كمان العروسة المحجبة بتفرق عن لو العروسة بشعرها طبعًا. صح؟ طبعا. بصي احنا عملنا اللوك بتاع العين خفيف قوي، سامبل يعني ما فيهوش حاجات كتير، وحتى اللايت بتاعه بسيط، وهنظبط الحواجب. طيب هي حبيبة ما شاء الله يعني نقدر نقول انها بلوند يعني بشرتها فاتحة وشعرها فاتح كمان، فقولي لي انت بتختاري درجات الالوان ازاي مع البشره الفاتحه مثلا؟ طيب هقول لك على حاجه، الناس البلوند اللي بيبقى عينيهم ملونه وبشرتهم فاتحه وشعرهم فاتح دايما ليهم يعني الجمال الاوروبي ده دايما ليهم ميك اب معين، ما اقدرش احط لها كحل اسود من جوه او ارسم العين واحددها قوي، او احط مثلا روج فاقع احمر مثلا بلاشر برضو مدي على احمر او فوشيا، ما بيبقاش حلو ابدا. كل ما هيبقى الميك اب مبين ملامح البشره لكن خفيف وسامبل، كل ما هيبقى احلى وحلو يعني هيبقى حلو جدا. طيب قولي لي بقى احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ بصي هنعمل الحواجب، احنا بس بنحددها برضو، خدي بالك احنا مش هنعمل يعني مش هنعمل لون غامق للحواجب، نفس اللون بتاع الشعر. وبعدين في الماسكارا بتاعت الحواجب بنقدر نغير اللون شويه، نفتحه سنه يعني. اه يعني انت هتفتحي شويه مش هتغمقي اللون. أوكي. لا انا بحدد الاول، حدد الاول وبعد كده بنفتح درجه بسيطه قوي. حلو. الماسكارا كمان بتاعت الحواجب عشان بنسرح بيها. اه فبصي حتى شكل الشعرايه هيفرق ازاي. اوكي بصي وهتفتح الدرجه حتى بتاعتها بتبقى افتح. حلو قوي. الشكل بتاع الحاجب كمان بيفرق في المساحه بتاعه العين. يعني الناس اللي عينيها ضيقه شويه لا ممكن ما ابتديش اتخن الحاجب من تحت، ارفعه من فوق شويه، بس لازم ادي لنفسي مساحه شويه عشان تفتح العين. ما هي مشكله العينين الضيقه دي اللي هي عندي يعني اللي هي ازمتي دايما الحقيقه، فيعني فالموضوع ده بيأثر فيا قوي. موضوع ان انت رسمه الحواجب نفسها بتدي متهيألي يعني ايه مساحه مثلا شويه ان انت يبقى فوق العين اوسع او اكبر. ما اخدش خط زياده من تحت يعني. انا كده كده لازم بعرض الحاجب سنه بسيطه قوي، فما اخدش الخط ده من تحت، اخد الخط ده من فوق عشان ادي لنفسي مساحه ان انا حتى اعمل الشادو وارسم العين. الكلام ده في العينين الضيقه وفي العينين المبطنه كمان، يعني ممكن تبقى العين واسعه لكن الجفن مبطن، فالجفن المتحرك عندي صغير قوي فهتلاقي المساحه مش كبيره، فايه الحل؟ ادي له مساحه ان انا ارفع الحاجب فوق شويه. حلو جدا.
طيب وانتي تحت الحاجب على طول بتحطي؟ لازم نحط اضاءه. ده بيعمل ايه بقى؟ الاضاءه دي بتعمل ايه؟ بصي هقول لك على حاجه، لازم دايما عندي، بصي الحته دي بترفع الحاجب اكتر، يعني لو غمقناها هتلاقي الحاجب مكسور، لازم اوكي. الحاجب يترفع سنه لفوق. فدي بتفرق في التقسيم بتاعت العين، وبتفرق في المساحه بتاعت العين وفي اللوك كله. لا برضو كمان لما هتفتح مش هتلاقي ان الحواجب ضغطه على العينين، هتلاقي فيها مساحه. عندي قاعده دايما في الميك اب هقول لك عليها مهمه قوي، الحاجه اللي انا عايزه اظهرها واكبرها هديها لون فاتح، درجه فاتحه، وهديها اضاءه، والحاجه اللي انا عايزه اصغرها واخفيها هديها لون غامق. نفس فكره الكونتور، يعني لما باجي اصغر المناخير مثلا علشان اضمها من الجنبين فبعمل خطين كانها شادو، كانها ظل او خيال. ايوه. ليه؟ عشان اصغر الحته دي. عايزه ارفع التب بتاعت النوز ارفعها لفوق كده المناخير، فبعمل ايه؟ بديها اضاءه وبديها حته فاتحه. نفس الفكره بتاعت الحواجب، علشان ابرز العظمه اللي تحت الحاجب بديها لون فاتح وبديها هايلايتر. يعني احنا بنغير كل حاجه بالميك اب دلوقتي، مش محتاجين. الميك اب بيعمل كل حاجه يا جماعه دلوقتي. طبعا. طيب قولي لي بعد كده انت هتعملي ايه؟ هنعمل الروج، هنعمل درجه يعني على اورنج شويه. اوكي. درجات الروج بقى بتهيألي بتفرق من يعني البنات البيضة غير البنات اللي لونها أغمق شوية غير البشرة السمراء. بصي البشرة الخمرية عندي هي التوب اللي بيليق عليها كل الدرجات. فعلا مش الأبيض، مش البيض. لا 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 لا، البشرة الخمري الأبيض مثلا لو جيتي تحطي نبيتي شكلها قوي، يعني اللوك قوي. حاجة تانية كمان مهمة قوي، لو عندي الميك اب بتاع العين تقيل سموكي مثلا، عاملة كحل من فوق وكحل من تحت ورسمة العين قوي، لازم اخد الروج يبقى خفيف وفاتح، يعني الدرجة بتاعته تبقى طبيعية اكتر. عشان انتي بتبرزي العين اكتر صح؟ ما اقدرش اعمل الاتنين في فلوك واحد، يعني ما اقدرش اخلي العين تقيل قوي واحط روج نبيتي او احمر او بني غامق، هيبقى كتير. العكس الميك اب سامبل لا، ممكن العب في الروج وممكن احط الروج اتقل شوية، فبتفرق قوي. طب انتي مع انه اللوك بتاع العروسة عموما سواء بقى في فقاعة الصبح على يعني في اي مكان، مع انه اللوك يكون يعني اوفر، ولا ان هو يكون حاجة سيمبل؟ يعني في بنات بتبقى عرايس يعني تقولك لا انا مش عايزة احط ميك اب كتير، انا مش عايزة ابان يعني اوفر، او ان انا في ميك اب كده محطوط تقيل. طيب خلينا متفقين انه الميك اب عندي تريكس ثابته وعندي ستبس في الميك اب ثابته، يعني في حاجات لازم هبتدي بيها، لازم هحطها، لازم هستعملها، لكن في الاخر ذوق العروسه مهم جدا بالنسبه لي، ما اقدرش افرض ذوقي عليها، افرض الصح والغلط. يعني لو هي تطلب طلب معين فاقول لها ايه، مش هيبقى حلو لانه عينيكي واسعه مثلا قوي، فانا لو حطيت كحل من جوه مش عارفه لونه عامل ازاي هتبقى شكلها ايه، يعني اديها نصيحه، لكن ما اقدرش افرض ذوقي عليها. في الاخر هي هتلاقيها مستريحه في حته معينه. في واحده ما بتحطش ميك اب، يعني انا كان عندي عروسه قريب قالت لي انا ما عنديش اصلا فاونديشن وما بحطش ميك اب خالص، ما اقدرش بقى دي اعمل لها سموكي واحط لها بقى اعمل لها كونتور شديد واحط فاونديشن تقيل خلاص. هي شخصيتها كده وطبيعتها كده. فدي بتفرق يعني كتير جدا في اختيار الميك اب. والعكس في واحده هي الطبيعي بتاعها بتحط ميك اب كتير، انا بحب ارسم عينيا وبحب احط لاشز تقيله وبحب، ما اقدرش بعمل لها لوك سمبل يوم الفرح. ما ينفعش ابقى انا اصلا في الطبيعي بحط ميك اب اوفر اجي يوم فرحي واقرر اني لا مش هحط ميك اب. مهم جدا ان انا هتكلم مع العروسه وهفهم منها هي بتحب ايه، يعني بتحب ايه وعايزه تعمل ايه النهارده. طيب انت ممكن بما انك بقى شغاله الروج دلوقتي، هل ممكن يعني تغيري شكل الشفايف، يعني تكبريها تخليها اتخن؟ طبعا. سيبك من انك تكبريها، ماشي تكبري ده احنا عارفينه، بس انا بشوف انه في اوقات لما ميك اب معين بيتعمل تحسي ان الشفايف بتملى، يعني تبقى كانها مليانه. بصي هو في حاجات دلوقتي بتعمل مفعول الفيلر المؤقت، ايوه، فهتلاقي ليب كلوس خفيف كده وبعدين بينفخ الشفايف شويه، بيقعد مثلا حوالي 6 ساعات، ده للناس اللي عايزه تدي فوليوم. الحاجه الثانيه بالرسمه بتاعتها طبعا ممكن، وهي بقى ان احنا بنعمل ايه، ما بناخدش الشفايف لحد الاخر، يعني ما باخدش الشفايف من الاول للاخر كده، لا بديها كيرف في الجناب. يعني بطلع اوكي عادي برسم الرسمه بتاعتي اللي فوق وازود طبعا شويه وبعدين انزلها اديها كيرف يمين وشمال، فبتبان ان هي يعني مليانه اكتر. مش بس ان انا هكبر، يعني انا ممكن ما اكبرش، ده انا قصدي عليه، ممكن ما اكبرش العرض بتاع الشفايف لكن هكبر الفوليوم بتاعها، هديها ارتفاع فوق وتحت، فهتلاقيها ان هي مليانه إنها اكتر. بقت يعني بارزه اكتر. طب ايناس انت كمان معانا صور كده ممكن نشوفها وانت شغاله مع حبيبه؟ يلا بينا نشوف كده الصور مع بعض، يعني شغل برضو سواء بقى الافراح او المناسبات العاديه اللي احنا ممكن يعني ايه اوكي
نحط فيها ميك اب، فهنعرض مع بعض كده الصور ونتكلم برضو عليها. بس انت ممكن يعني نشتغل مع حبيبه لحد ما تبدا الصور. ايه ماشي، لحد ما تبدا الصور تتعرض. تمام. ماشي، اول صوره معاكي انا. تمام. طيب قولي لي ايناس، ده انت ده كان سيشن مثلا؟ ده كان سيشن موديل سالي سليمان. دي كانت خطوبه. سالي برضو سالي من الناس البلوند اللي لازم الميك اب عندها يبقى خفيف، ما بيلقش عليها الميك اب التقيل قوي علشان شعرها بتهيألي واخد يعني البلوند هي. كمان بشرتها فاتحه وعينيها فاتحه. دي خطوبه برضو؟ دي خطوبه. حلو قوي ده. بصي شخصيه العروسه بتفرق كتير قوي في اختيار الميك اب زي ما قلت لك. لفه الاشار بنفسه بتفرق صح؟ يعني بصي هنا مثلا هي عامله اللفه اللي هي العاديه بتاعتنا، غير التربون مثلا، غير لما الواحد يعمل اشار على ورا. طبعًا. صح؟ وزي ما قلت لك شخصيتها بتفرق. يعني لما بتكلم معاها وتقول لي انا بحب حاجه تقيله، انا بحب حاجه سامبل، انا مش عارف ايه، فخلاص بتفرق كتير. يعني انت بتغيري خالص، يعني انا بحس ان الملامح بتختلف بعد الميك اب جدا. الميك اب كله تريكس، فيها حاجات بسيطه قوي سامبل بتفرق كتير قوي. اقدر بيها اصغر المناخير شويه، افتح العين، ارفع الخدود. يعني لما بقولك الميك اب بيعمل كل الحاجات. احنا بما اننا كمان بنتكلم على العرايس وانتي بتعملي لنا ميك اب عرايس، فاحنا كمان معانا صور للعرايس. هنشوفها برضو كمان شويه كده عشان نشرح عليها اهي. تمام. اول عروسه اهي. اوكي جميله ما شاء الله. لون الشعر اكيد بيفرق صح؟ يعني لو واحده شعرها اسود. طبعا بيفرق كتير. الشعر الغامق دايما محتاج ميك اب اتقل عشان يظهر. يعني التسريحه كمان بتاعت الشعر لو واحده لو مرفوع. طبعا، غير لو شعر سايب، غير لو محجبه، طبعا الوضع بيختلف خالص. الطرحه بتختلف كتير. طيب ايه اكتر حاجه الناس بتخلي بالك منها في ميك اب العرايس؟ يعني او اللي بيفرق العروسه يعني عن ان انا رايحه مناسبه مثلا. الماتيريال رقم واحد بتفرق كتير. يعني مش نفس الماتيريال اللي بستخدمها لاي حد رايح في اي حته. يعني لازم الفاونديشن يبقى اتقل شويه. خدي بالك في تصوير هي كمان قاعده عدد ساعات كتيره جدا، قاعده من الساعه مثلا، في دلوقتي كمان السيشنز معظمها بتبقى الصبح، فعندك من اول الساعه بقى 3 الساعه 2 الظهر هي موجوده لحد لما تخلص الساعه 10 11 12 بالليل لحد ما تروح الاوتيل. فانت عدد الساعات اقل حاجه قاعده بالميك اب 12 ساعه. فمهم عندي الماتيريال تبقى قويه ثابته يعني، ومهم عندي كمان ان الكفرج بتاعتها تبقى عاليه. ما يبقاش فيها حته فاتحه عن حته غامقه، او حته البشره مثلا ممكن يبقى عندها وحمه مش عايزه تبينها، ممكن عندها حته حبايه نخفيها. كل ده بتركزي في الميك اب بتاع العروسه على الحاجات دي بالظبط، ان هو اقوى وثابت اكتر. عشان التصوير كمان قولي لنا بقى انت، بصي هنا إيه؟ ده الهايلايتر. بصي اقدر بقى ان انا زي ما قلت لك ان انا اعمل المناخير لو غمقتها من الجناب. يعني لما باجي اشتغل بالكونتور بصي بغمق من تحت وبغمق من الجناب، حدد اكتر وافتح الحته بتاعت في النص. بصي الحاجه الثانيه اتحكي، بصي بتفرق ازاي. كل الاماكن اللي انا عايزه ادي فيها اضاءه اقدر ان انا احط عليها الهايلايتر وابرزها اكتر، وببقى برضو تحتيها حاطه عامله حسابي وعامله فاونديشن فاتح. يعني ما بغمقهاش وانا بشتغل، فباجي على مثلا الكونسيلر او فاونديشن درجته افتح اللي بحطه تحت العين، ابتدي احط في النص بتاع عظمه المناخير، احط فوق الشفايف، الحته دي لازم تبقى برضو مضيئه، الحته بتاعت الدقن وعلى الخدود، الحته بتاعت الجبهه هنا في النص بس حاجه بسيطه. وبعدين ارجع احط عليها الهايلايتر. طيب احنا عايزين بقى الايه التاتش الاخير كده للعروسه النهارده. لحبيبه بصي زي ما اتفقنا البلوند دايما بتاخد الوان فاتحه والوان هاديه. فانا مش هحط كحل اسود جوه العين، لكن هحدد العين. بصي فوق بتحددي العين يعني من بره مش جوه. بالظبط. من بره. بصي هتفرق كتير قوي. بحدد بلون اغمق. ودي سواء بقى عينيها ضيقه او واسعه يعني مش هتفرق معايا. ده اساسي بالنسبه لي، ده تحديد للعين علشان الصور ما تبقاش الدنيا يعني. وبعد كده بقى ممكن مع مثلا عيون معينه ترسمي من جوه عادي.
بس من بره ده سواء بقى لأي شكل انت بتحددي الأول من بره. اه اوكي. وبعدين مثلا انا بحدد بلون بني، مش هحدد باسود عشان هي بشرتها فاتحه زي ما قلنا وعينيها ملونه. لازم اسيحه بلون تاني درجه افتح، وهي الدرجه اللي احنا مستخدمناها فوق، فالمستخدمينه فوق ده على اورنج، فهسيح تحت برضو على اورنج. الحاجه التانيه بقى هحط من جوه كحل نود بيج. اوكي ده ايه بقى، بيوسع؟ طبعا بيوسع، وفي نفس الوقت احنا اتفقنا هي بشرتها فاتحه وبلوند، واحنا عاملين ميك اب للصبح خفيف، فمش هينفع احط كحل غامق من جوه. بس بصي الفرق، فرق قوي برضه طبعا. يعني في اللحظه بيدي اختلاف رهيب. طبعا حلو قوي، حلو قوي، ما شاء الله. بس احنا مش عاملين حاجات كتير لحبيبه. حتى الدرجه بتاعت الروج زي ما قلت لك على اورنج، بس ممكن نديها تاتش من النود خفيف كده. وده اللي انا بقوله بقى عشان تدي فوليوم للشفايف. فخلاص انا بحط الدرجه بتاعتي الاساسي، وبعدين اجي على النص ادي درجه افتح. اوكي، في نص الشفايف. في نص الشفايف هتلاقيها بتدي فوليوم للشفايف. يعني انت ما بتكمليهاش للاخر. لا لا لا، طب دي تركات لطيفه قوي يا جماعه، يعني نتعلم. الحاجه التانيه كمان، العينين الضيقه استخدمش ابدا كحل اسود من جوه، يعني اول حتى لو مره والله. هعمل حتى لا لا لا، اول ليه؟ مره. بالعكس، من بره هيفتح جدا وهيسحب العين، هتلاقي العين اوكي. فتحت وتتسحب. ما هي لازم تتحدد، ما ينفعش ان انا ما احطش حاجه تحت. بس هي الفكره في ايه، ان لما هحط درجه مش هحطها غامقه برضو، يعني زي ما قلت لك ممكن على بني واسحبها مثلا على اورنج، على روز، حسب بقى الميك، ممكن موف، كل الالوان اللي انا حطاها مستعملاها في العين فوق هسحب بيها تحت. بس في الاخر اللي جوه العين مش هحط كحل اسود، يعني محتاجه احط كحل فاتح، ممكن احط كحل الوان، بس هو النود عبقري بصراحه وبيدي وسع للعين، حلو قوي. فدي بتفرق كتير برضو. يعني احنا كده خلصنا ده كده اللوك النهائي. طب انا عايزاكي تقعدي بقى كده، واحنا اوكي. وحبيبه ما شاء الله جميله، حلو قوي 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 فعلا. هو سامبل قوي، وفي نفس الوقت يعني بارز كل حاجه. بالظبط، بس ما تحسيش انه اوفر، ما تحسيش انه في حاجه، بس هو حلو قوي يعني. مش مغير في ملامحها. بالظبط. وما مش بقولك انت مغير في ملامحها. عامله ان انت بارزه كل حاجه، ايوه بس بشكل تحسي وانا باصه يعني مرتاحه، عينيا مرتاحه ايوه بالظبط، وانا مش باصه حاسه ان عليك. في حاجه كتير، مش حاسه ان في حاجه غريبه. الرموش كمان بصراحه بتفرق كتير قوي في اللوك بتاع العين. وبقدر احدد انا محتاجه رموش تقيله قوي، ولا محتاجه رموش خفيفه، ولا محتاجه رموش كمان في عندي رموش اللي هي زي الديجرادي ليها سحبه، فمن قدام هتلاقيها قصيره، وفي الاخر ده برضو حسب شكل العين. يعني الميك اب لو هو تقيل او خفيف خلاص اوكي، انا عارفه هستخدم رموش تقيله ولا خفيفه، لكن الشكل بتاع الرموش حسب الشكل بتاع العين. الناس اللي ليها عين مدوره مش مسحوبه مثلا، استخدم الرموش كلها تعتبر طول طول واحد واحد. او من النص اطول شويه، عشان لما تفتح عينيها تدي وسعه. وممكن اعمل بقى الرموش اللي فيها سحبه، يعني هتلاقيها الحروف اطول شويه، ودي بتبقى حلوه قوي كمان مع الرسمه بتاعت الايلاينر، فبدي بيها سحبه حلوه قوي للعين. لانه برضو بتبرز، يعني الرموش لما تبقى بتبرز العين وبتبرز الرسمه ما هي لازم، وبتغير حتى لو انا عامله ميك اب سامبل قوي لازم هركب رموش. الماسكارا لوحدها مهما عملت ما بتبقاش كفايه، لانه الكاميرا بتاخد 50% من الميك اب، اكيد فانا محتاجه دايما الدنيا تبقى اكتر، يعني واضحه. تقيله اكتر وواضحه اكتر وتظهر اكتر يعني. فشكل الرموش بيفرق كتير قوي في الميك اب يعني. انتي نورتينا جدا يا إينيس حبيبتي بجد نودي، والله، حبيبتي يعني انا مبسوطه جدا ان انا احنا كمان كنا مع مبسوطه بعض جدا النهارده، معاكي. ايوه ومبسوطه بوجود حبيبه معانا وبالميك ايوه اب الحلو قوي اللي انتي عملتيه لها ده. حبيبتي واي بنت بقى عندها مناسبه قريب، فرحها قرب، تقدر تدخل على البيج بتاعت إينيس وتحجز اوكي. معاها، ايوه وهي هتعمل لكم اوفرات حلوه قوي، وبجد شغلها حلو قوي قوي قوي. حبيبتي انتوا نودي، شفتوا عملي وشفتوا صور وشفتوا فيديو وشفتوا كل حاجه،
فانا بشكرك جدا يا ايناس، ميرسي نورتينا. ليكي يا حبيبتي. كانت معانا خبيره التجميل والميك اب ارتست ايناس ابو بكر، واتكلمنا على كل حاجه تخص البنات في الافراح والمناسبات. الفقره اللي جايه بقى فقره يعني مش هقول رجالي، بس يعني بنسبه 90% هي للرجاله شويه. هنتكلم فيها على العربيات وكلام كتير كده ليه علاقه بالسواقه والحاجات دي كلها. استنونا بعد الفاصل.